مع التقدم في العمر يتباطأ تجدد خلايا الجلد وتتراجع نسبة الكولاجين، فتصبح البشرة أقل ترطيباً، وتظهر التجاعيد حينها علامات التقدم في العمر. هذه قد تحصل قبل أوانها بسبب مجموعة عادات يومية تضر البشرة وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. فما هي إذن العادات التي علينا تجنبها حفاظاً على شباب البشرة؟ موقع دوكتيسيمو الصحي الفرنسي ينشر مجموعة تحذيرات ننقلها لكم في هذا التقرير. نقص النوم هو أحد أهم أسباب شيخوخة البشرة المبكرة. الهالات السوداء، انتفاخ البشرة تحت العيون، ومظهر وجه متعب، كلها تداعيات قلة النوم على الجلد. التعرض لأشعة الشمس حاجة للجسم للحفاظ على صحة جيدة، لكن في حال المبالغة بالبقاء تحت أشعة الشمس لن تكون النتيجة مرضية على البشرة. قد يسبب هذا التعرض الطويل للأشعة ظهور تصبغات على الجلد، بالإضافة إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد. التدخين هو عادة ذات مخاطر كثيرة على الجسم، ومما لا يعرفه الكثيرون عنه أنه يسرع شيخوخة البشرة. كل المكونات الكيميائية الموجودة داخل السجائر تقلل نسبة ألياف الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد، وكذلك نسبة الكيراتين. فالتدخين يدمر كميات الفيتامين سي الموجودة في الجسم، علماً أنه أساسي لتصنيع بروتين الكولاجين. وبالإضافة إلى ذلك، يسبب التدخين ظهور تجاعيد على شفاه وحول الفم، نظراً للوضعية التي يتطلبها في الفم. قد لا يتوقع كثيرون ذلك، لكن التوتر هو من بين العوامل التي تضر البشرة وليس النفس فقط. فالتوتر والضغط العصبي يضعفان خلايا الجلد ويمنعانها من أداء دورها كما يجب. إجهاد الخلايا بهذا الشكل يمنعها من تصنيع الإلاستين والكولاجين الأساسيين لنضارة البشرة. قد تكونين لا تخرجين من المنزل إن لم تضعي مستحضرات التجميل على وجهك، لكن من الضروري لك أن تعرفي أن إبقاء هذه المستحضرات على البشرة أو عدم تنظيفها بشكل كامل يحولها إلى سموم تضر ببشرتك. شرب الكحول أيضاً هو أحد العادات التي تؤدي إلى جفاف البشرة بحرمانها من الأكسجين والفيتامين سي الضروريين لها، وينتج عن ذلك ظهور تجاعيد على الوجه في مرحلة مبكرة من العمر.